مساء الخير واهلا بكم في القاهره 360، وبرحب بزميلتي العزيزه دينا عبد الكريم. ازيك يا دينا؟ اهلا بيك يا احمد، ويعني حلقه موفقه النهارده ان شاء الله. احمد كل اسبوع بيجي لنا اسمر من اللي قبله، فعايزين الصيف يخلص يعني. انه البحر يا ساده. لو كان الرئيس مبارك، طبعا وله ما له وعليه ما عليه، بس لو حبينا نمسك خطا معين غير التعليم والصحه جوه مصر، لو مسكنا السياسة الخارجية وحبينا نقول فيما أخطأ مبارك، في رأيي الشخصي مبارك أخطأ بعد إيديس يا بابا لما أهمل إفريقيا تماما. مبارك أهمل لما تعامل مع رؤساء الدول بدرجات، يعني ده درجة أولى تانية تالتة، والرئيس ده وزير اللي قبله، لكن ده والإشاعة بتاعت المليون دولار والكلام ده كله ادوا انطباع مش حلو، يعني بعدنا عن أفريقيا. وبنفس المنطق لو كان أجاد الرئيس عبد الناصر في شيء، فهو أولا كان في سياسته مع أفريقيا. اللي مش واخد باله من أهمية أفريقيا لمصر يبقى لازم يقرأ التاريخ كويس. اللي عمله الرئيس عبد الناصر في الستينات والأواصر والود والعلاقات اللي كانت مع أفريقيا وفقدناها في العقد الأخير بالذات، دفعنا ثمنها في اتفاقية حوض النيل، دفعنا ثمنها في إسرائيل اللي اقتحمت جوه أفريقيا في كل خرابة ليها عفريت بالبلدي كده. الناس دي ممكن نطبق عليها المثل الشعبي لما يقولك ايه، لاقيني ولا تغديني. هو عايز يحس ان في ندية. لما الرئيس السيسي النهاردة يزور رواندا ويتعامل معها بكامل الندية والاحترام، ويزور الضحايا، النصب التذكاري لضحايا الابادة الجماعية. طبعا رواندا دي عشان بس محدش يبقى فاهم غلط، هي كانت طبعا حروب الهوتو والتوتسي اللي كنا بناخدها في المدرسة، وكان فيها مجازر ومجاعات، لكن دلوقتي بقت بلد زي الفل، وبينظر لها اقتصاديا انها صاعده وانها من انظف البلاد. تنزانيا ورواندا واوغندا ودول اللي فيها منابع للنيل، الدول دي لازم نحتضنها، لازم ناخدها في حضننا. فاللي بيحصل ده عين العقل، لازم نحترم الدول دي، لازم نتواصل معاها بمنتهى النديه. وبحط 100 خط تحت النديه، يعني زي زيك، انا مش اليد العليا، لا انا جاي اتعاون معاك. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ جولة رئاسية هتشمل تنزانيا ورواندا وتشاد والجابون. المباحثات هتتضمن مجال تجاري، سياحة، زراعة، طاقة، لجان مشتركة، يعني تعاون، يعني خدهم بالبلدي برضه، خدهم تحت باطك، يعني خدهم في حضنك. وده المطلوب، زي ما احنا مطلوب يبقى لنا عمق عربي، عمق في الدول الإسلامية، عمق أوروبي أو بحر أو متوسطي، لازم يبقى لنا عمق أفريقي ونهتم بيه جدا، ونبدأ نزيل كل المعوقات اللي قدامنا معاهم اقتصاديا، تحويلات بنوك، تصدير، استيراد. أتمنى أن تسفر الزيارة دي عن يعني أخبار إيجابية، وأن احنا لازم ننظر لها بمنتهى الاهتمام بما لا يقل عن زيارة لأي بلد أوروبي أو لأمريكا. العلاقات بين الدول زي ما أحمد كان بيقول لازم يكون فيها قدر من الندية. في شكلين من أشكال العلاقات اللي يعني بتقع فيها الدول، أنه إما شكل من التعالي، وده حصل تاريخيا ما بين دول كتيرة ودول إفريقية شقيقة، مش بس من مصر، لكن حصل من دول كتيرة جدا، والدول دي كلها أدركت حجم الغلط ورجعت بتصلحه، التعالي. وكمان في طريقة تانية من التعامل، وهي التدني، يعني العكس تماما، انك تروح تتعامل مع دولة وانت بتحط نفسك في مرتبة أقل، وانت بتحط نفسك كدولة في مرتبة أقل، فأنت بتحط مواطنيك كمان في مرتبة أقل، وده كمان غير مقبول وما بيخلقش شكل جيد من العلاقات. لا، أصل في العلاقات أن العلاقات بين الدول لا تحكمها أصلا المشاعر، لا تعالي ولا تدني. العلاقات بين الدول تحكمها ندية، مصالح مشتركة، ومكاسب مشتركة. ده اللي يضمن أنه مواطني أي دولة في أي دولة أخرى يعاملوا بأفضل معاملة. وده بالمناسبة الحالة من التعالي اللي كنا بنعامل بيها أفريقيا انعكست حتى على سلوكنا كمواطنين. احنا بنعامل المواطن الأفريقي، أو طبعا مش كلنا، لكن في بعض الناس عندها نظرة مريضة جدا في التعامل مع المواطن الأفريقي الملون زي ما بيقولوا. لكن العلاج من الحاجات دي يبدأ سياسيا وينعكس كمان اجتماعيا. طيب دينا، بمناسبة أفريقيا بقى، خلينا جوه أفريقيا ونروح لتونس. بوادر، مش عايز أقول أزمة، ولكن احتكاك. تونس طول عمرها، مش عايز اقول كلمة علمانية لان الكلمة دي البعض بيفهمها غلط، ولكن يا تونس طول عمرها تقدمية. تقدمية بمعنى ان الحبيب بورقيبة زي ما هم بيسموه، او الحبيب بورقيبة بلغتنا، هذا الرجل اللي حكم تونس ل 30 سنة كان دايما ليه اراء قد تبدو جريئة وصادمة،
فيما يخص المرأة بالذات. الراجل ده من 50-60 سنة منع تعدد الزوجات، عشان كده الستات في الوطن العربي يموتوا في الراجل ده، يعني حقق لهم اللي بيحلموا بيه. الراجل ده ادى الست التونسية حقوق يمكن اكتر من الست الاوروبية. فدايما تونس بتبقى هي الشرارة، هي اللي بتطلق ما يخص حقوق المرأة. ولكن هل معنى كده ان هو يعني كلامه يمشي علينا، او كلامه ده ممكن يخرج خارج حدود تونس في دول اخرى تطالب بالمثل؟ ده اللي احنا حصل، يعتبر ان صدر قرار، او هو الراجل السبسي قائد الباج السبسي رئيس تونس الحالي تحدث منذ عدة ايام، قال يا جماعة المرأة في تونس من حقها تتساوى في الميراث مع الرجل. وقال حاجة تانية ان المرأة الزواج التونسية المسلمة من غير المسلم ده برضو من حقها انها يعني يبقى في نوع من الحرية. وطالب يعني الحكومة بأنها تجد مخرج لكده، أو مش عايز أقول مخرج، إن هي تشوف تكييف أو تحيز الموضوع بلغة المحامين. وبالفعل أصدر مفتي تونس الشيخ بطيخ قال أن هذا الأمر يتفق مع صحيح الدين، هو شايف كده. النهاردة أو امبارح صدر تصريح من الشيخ عباس شومان وكيل الأزهر الشريف اعترض على مثل هذا الدفع. طيب هل الأزهر بصفته أكبر مؤسسة سنية في العالم من حقه أن هو يغطي منطقة العالم الإسلامي والعالم العربي كله؟ رد عليه النهاردة القيادي التونسي بسيس، قال له لو سمحتم ده شأن تونسي داخلي ملكوش دعوة بيه. طيب الصح فين؟ هل إحنا ملناش دعوة ونتفرج، ولا الموضوع قبل ما يوصل لمصر من حقنا أن إحنا نقول الأطروحات الدينية السليمة فيه عشان ما نلاقيش حركات بتطالب بيه؟ طيب ناخد رأي الأزهر. دكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. دكتور عبد المنعم مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا ومرحبا أخي الفاضل. مرحبا. أتمنى ما كنش شرحت الموضوع بأي يعني انحياز لأي طرف، لأن هو حكاية مش يعني حتى الآن ما يعتبرش يحتمل وجهات نظر غير المتخصصين، بس عايزين نعرف من حضرتك هل الأزهر كلام الشيخ عباس شومان يعني اعتراضه على ما يجري في تونس، ولا هو بيعمل زي ما نقول ضربة استباقية للي ممكن يحصل في مصر؟ أنا بس ما أعرفش، ما سمعتش حضرتك يعني إيه. طيب خلينا نسألك دكتور عبد المنعم، أكيد حضرتك متابع للتحركات اللي بتحصل في تونس في الحراك المجتمعي. أي في تونس. نعم. نعم. وتحديدا أكبر قضيتين تم إثارتهم هو مساواة الرجل والمرأة في الميراث، وزواج أو جواز زواج المرأة المسلمة بغير المسلم. تعليق حضرتك على الطرحين دول، لأنه هم دول اللي هم مثار تساؤلات كتيرة، أنه هل سينسحب هذا التوجه إلى باقي الوطن العربي؟ لا هذه الأمور من الثوابت بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. هذه الأمور من الثوابت، لا يصح اللعب في هذه المنطقة أبدا. هذه أمور شرعها رب العالمين، فالذي يعترض لابد أن يكون عنده علم وأصدق من رب العالمين. والله تعالى يقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. الله تبارك وتعالى لما شرع تشريعات جعلها إما بصفة عامة ثم يجتهد الناس حولها في أمور بعدما يبين معالمها، يا إما أن يفصلها تفصيلا دقيقا إذا كانت المسائل تتعلق بالأمور بالذمات المالية بالذات في مسائل الديون ومسائل الميراث. تمام. الله تبارك وتعالى في قضية الميراث فصلها تفصيلا في صورة يعني لا يزايد علينا أحد بأن حق المرأة قد ضاع، بل هو في صورة تسمى صورة النساء وليست هناك صورة للرجال. في هذه الصورة فصل الله تفصيلا قضية الميراث، ثم بيّن في النهاية قال تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله يدخله نارا خالدا فيها. فالمسألة فيها جنة ونار، فيش حد يلعب فيها وفيش حد يجتهد حواليها. ده تحديدا سؤالي. الذي قسم. ده تحديدا سؤالي. احنا عايزين نفك اشتباك يا دكتور دلوقتي. عايزين نفك اشتباك حصل عند الناس دلوقتي، يعني بنتكلم ان تونس دولة بتتجه نحو العلمانية، والعلمانية هي ببساطة كده فصل الدين عن الدولة، وانه لا تكون الدولة مرتبطة او بتشريع الدولة لا يتم فرض دين رسمي في التشريع. فهو السؤال يا دكتور، السؤال لحضرتك تحديدا، لو الدولة تبنت المنهج العلماني والمتدينون التزموا بالدين، هل ده يعمل أي مشكلة في شكل المجتمع؟
سيدة الفاضلة، الدين لم يؤتى ليوضع في متحف، الدين جاء ليحدد معالم الحياة، هو كتالوج الإنسان الذي خلقه الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، ولم يقل خلق الإنسان ثم علم القرآن، وضع البنية الأساسية الأولى قبل بناء الإنسان، فقال القرآن، علم القرآن، وبعدين جاءت الآية بعدها خلق الإنسان. ليه كده؟ علشان يقول إن تشريعاتك قبل ما تيجي في واحد واثنين وثلاثة هتمشي على ضوءها، أنت مش هتتعب في حياتك. فالذي يعدل على الصانع المفروض يكون أعلم من الصانع. الإنسان، هل الآلة تستطيع أن تعدل على المهندس أم المهندس هو الذي يعدل في الآية؟ طب دكتور عبد المنعم، معلش أنا هختلف مع دينا في حاجة، هو الواقع في تونس مش يعني الواقع فيها مفتي الديار التونسية أو معرفش هناك بيسمى إيه، وهو مفتي تونس أقر بصحة ذلك دينيا، أكيد الراجل برضو عنده حجة لكده. يا سيدي ليست هناك حجة بعد حجة الله تبارك وتعالى. القرآن لم يضع ثغرة واحدة ينتهزها بعض الناس حتى يتحايلوا على القرآن. هؤلاء العلمانيون الذين يقولون نحن نريد فصل الدين عن الدولة، لو صدقوا ما اقتربوا من الدين، لكنهم يريدون أن يفصلوا الدين عن الدولة ثم يقسموا فيما قسمه الدين. يعني حضرتك بتتهم مفتي يعني كده يعني ان مفتي تونس علماني او بعيد عن الدين؟ ما هو راجل عنده حجه دينيه. انا بتكلم عن الدوله العلمانيه. لا انا بتكلم على ان مفتي تونس اقر بصحه الامر دينيا. لا يعرف الحق بالرجال انما يعرف الرجال بالحق، فان كان. طب البعض بيقول يا دكتور عبد المنعم، البعض بيقول ان ده طرح او تفسير مختلف. ليس هناك طرح، هل هناك طرح في تعديل صلاه الظهر والعصر؟ بالتأكيد. لا بص يا دكتور، معلش انا هختلف مع حضرتك وهطرح مجموعه تساؤلات قد تكون يعني انا شخصيا عايز اعرف الرد فيها. الرق والعبوديه ما زالوا بحكم القران موجودين، ولكن اوقف العمل بهم بناء على ميثاق حقوق الانسان في العشرينات من القرن الماضي، الكلام ده صح ولا غلط؟ اوقف بناء على انه هذا الداء قد ولى مدبرا. ايوه يعني المهم ان هذا الامر هو دينيا مسموح به. اتفضل يا فندم. الفرصه الله يديك صح. اتفضل. الدواء في الصيدليه موجود، ان جد الامر فدواؤه موجود، وان لم يجد الامر فدواؤك اطمئن، دواؤك موجود وانت تسير، والوقايه خير من العلاج. لكن قضيه الميراث وقضيه زواج المسلم المسلمه من غير المسلم دي فتنه في الارض. طيب ارد على حضرتك بس معلش انا عايز اكمل سؤالي، انا قلت نص السؤال، النص الثاني، طب ما احنا عندنا النهارده المرأة المعيلة أكثر من نص المجتمع. هل افرض حصل ميثاق حقوق الإنسان قال لابد من المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وهيصطدم تاني مرة بحكم موجود في القرآن، هل ممكن نرجع على ميثاق تاني؟ هذه نحن أمرنا أن نطيع الله ورسوله، ولم نؤمر أن نطيع الأمم المتحدة. يا فندم ما احنا مضينا على الأمم المتحدة من 100 سنة. ما هو حضرتك ما هو ده يا فندم، ده سبب اللبس اللي حاصل ما بين إذا دعا شخص لتنظيم أمور الناس بطريقة ولم يعني يستند إلى أحكام الدين، هو لا يرفض الدين لكنه لا يريد أن يستند إلى أحكام الدين، وبيقول اللي عايز يلتزم بهذه القوانين الوضعية يلتزم بها، الشخص المتدين يلتزم بالدين. هل ترى يا سيدة الفاضلة نحن أمرنا في ديننا لنا ثوابت، حتى لو هناك أمور في الأمم المتحدة أو في حقوق الإنسان تخالف ثوابتنا احنا مش بنوقع عليها. يا فندم ما احنا وقعنا عليها من 100 سنه يا دكتور، على حقوق الانسان في الرق والعبوديه. ماشي، ما هو انت مين قال لك على اني، مين الذي قال لغيرك على اني المراه مظلومه في القران؟ مش ما حدش قال كده، انا بقول لحضرتك هو نفرض ان جد دلوقتي ميثاق حقوق الانسان، الامم المتحده بتقول لنا لو سمحتوا امضوا في المساواه الكامله بين الرجل والمراه ومن ضمنها الميراث زي ما حصل في الرق والعبوديه. المساواه الكامله نحن نمضي عليها، ولكن ما يخالف شرائعنا وتوابتنا نعطي له ظهورنا بكل قوه. طيب الوصيه الواجبه في الاربعينات من القرن الماضي، الازهر اقرها رغم ان هي مش مذكوره او ما كانش في سند لها ضوابط استنباطات العلماء بس مش موجوده في اصل الشريعه يا فندم. ولذلك يا اخي الفاضل الوصيه الواجبه لها اصول في شرع الله تبارك وتعالى، فالازهر لم يقر شيء إلا له أصول وله جذور في القرآن الكريم. أنا عايز بس أوصي المعلومة صغيرة. تفضل يا فندم. هؤلاء الذين يريدون أن يعدلوا ما ثبت منذ 14 قرنا من الزمان، مشكلتهم ليست مع المرأة، وليست مشكلتهم مع أحزاب سياسية، إنما مشكلتهم مع الله، مشكلتهم مع شرع الله.
يريدون أن يقولوا للعالم إن القرآن الكريم فيه ثغرات إحنا جايين نعدلها. يا فندم، ما هو يعدل على الله يا دكتور، ما هو ما ينفعش كل حد بيعدل قوانين نتهمه بأنه ضد الله، ما هم بيرفضوا الدين، كل دين مش بيرفضوا الإسلام. ألا لعنة الله على حرية تدخل على ما شرعه الله، ما شرعه الله ثالث وقع يا دكتور. ولا يزايد علينا أحد. يا معالي الدكتور، سهم المؤلفة قلوبهم عطله سيدنا عمر بن الخطاب وهو مذكور صراحة في القرآن. لم يعطله يا أخي، لا تدخل. أوقفه. إحنا في قضية معينة. لا يا فندم، أنا بقول لحضرتك وقائع، حاجات مذكورة في القرآن ولتغير الظروف في ناس تصدت لها. لأن هناك جذور. أنا مش بقى، ده مش قناعتي بس أنا بطرح اللي بيتقال. لأن هناك جذور أو هناك أمور وقفت في هذه الحالة، والضرورات تبيح المحظورات. لكن بالزبط. هل ميراث المرأة من الضرورات؟ ما ده سؤالي وحضرتك، هل نقدر نعتبر انه بسبب تغير الظروف وانه المرأة بتعمل زي الرجل وعليها اعباء زي الرجل، فنقدر نعتبر ان ده ظرف جديد يبيح انه يتم التغيير فيه اطلاقا لسبب واحد، ان المرأة لها اربعة مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى. موضع لها فيه النصف، وهذا النصف اذا كان معها اخ ذكر، وزوجها يتكفل بها ومالها يكون في ذمتها المالية، وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هكذا وضع القرآن الذمة المالية للمرأة، لا يقترب منها الرجل. هذه واحدة. المرأة القضية الثانية، أن المرأة لها مساواة مع الرجل في وقت ما، لأمه لأبويه للأم والأب لكل واحد منهما السدس. النقطة الرابعة أو الثالثة، أن المرأة تأخذ ضعف الرجل في لحظة ما. الأب يكون له السدس والمرأة تكون لها الثلث اللي هي الأم. النقطة الرابعة، أن المرأة تأخذ ولا يأخذ الرجل من ليما واحدا. إذا مات على سبيل المثال وترك بنتا وترك أختا له اللي هي عمة البنت، وترك أخا من غير أب شقيق، يعني مش شقيق لهم، البنت تأخذ النصف والعمة تأخذ النصف والأخ اللي غير شقيق لا يأخذ شيء. طيب ممكن يا دكتور دي الحالات كده تمام؟ المرأة لها أربعة حالات. طيب خليني في الحالة التقليدية دكتور عبد المنعم بعد إذن حضرتك، أنا بحاول أطرح بس التساؤلات الناس اللي معك. أنا بس عاوز أطرح في الأذهان. تفضل. يستقر في الأذهان أن الإسلام لم يظلم المرأة، إنما أعطاها حقوقها في كل الحالات التي تستحقها، بل تزيد على الرجل وتحجب الرجل نهائي، تقول طيب. لا باي باي. في وقعت، ما أقول لسعادتك حاجة بعد إذنك، واحد اتوفى وسايب بنتين أو بنت، البنت أيوة. بترث النصف وابن عمه بيرث النصف أو أخوه بيرث النصف، ومراته اللي شقيانة معاه 40 50 سنة بترث الثمن، فدي برضو حالات ممكن هي قمة العدالة في الإسلام وقتها، لأن المرأة أصلا ما كانتش بتاخد حاجة. لكن النهاردة في مرأة معيلة وفي مسؤول، في رجالة ما بتصرفش على بيوت، فممكن يكون زي الوصية الواجبة، زي ما الأزهر تصدى في الوصية الواجبة يكون في تصدي لحاجة زي كده. أنا بقول برضو أطروحات الآخرين يا سيد الفاضل، الحالات التي تقولها أنت تحتاج إلى تفصيل. أولا لو كانت هناك بنتان بيأخذ الثلثان، وإذا كان هناك 20 رجل بيأخذ الباقي فقط، يبقى من الذي أخذ أكثر؟ دي واحدة. الناحية الثانية، إنه العصبة اللي هي تأخذ الباقي الضعيف ده هتبقى سند للبنتين، لأنه ما لهمش إخوات، فالله لما أعطاهم من الميراث فرض عليهم أن يحموا البنتين. يا دكتور، هو النهاردة في ابن عم والد بيبقى عصب للأيتام؟ أيوة عصب. أمال إيه عصب ليه؟ طيب هستأذن، ما لهوش اخوات. اسمعني طيب، اتفضل يا فندم، عشان نفس المسائل دي. اتفضل. العصب هو الشخص الذي يعني مات وترك بنتان وترك عما واخا عما وابناء عمومه الى اخر هذه الاشياء. هؤلاء بيعتبروا من العصبه، العم ده بيعتبر العصبه. طب والبنتين بياخذوا الباقي اللي انا قلت لك عليه، اللي هو زياده اكثر من الرجال. لو كان 20 راجل، ال 20 راجل دول بياخذوا اقل من البنتين والبنات بياخذوا اكثر. يبقى اين الظلم؟ محدش قال ظلم. طب هستاذن حضرتك، هناخد استاذ، اسمعني بس استاذ معانا بس مداخله من تونس، هستاذن معاليك استاذ وسام السعيدي من حركه نداء تونس، القيادي بحركه نداء تونس. استاذ وسام مساء الخير يا فندم.
بالاخير مساء النور. اهلا بحضرتك. تحية ليك والى كل مشاهدي قناتكم المحترمة. اهلا بتونس الخضراء واهل تونس. استاذ وسام، ممكن حضرتك في عجالة تشاركنا بما وصل اليه المجتمع التونسي ورد كمان فضيلة المفتي في على شأن تنظيم الميراث؟ شوف، هو للتوضيح حتى يكون كل الناس على بينه، هناك منذ دولة الاستقلال في تونس الى حد اليوم هناك مسار تشريعي متطور بكل جهد وبشكل تدريجي في علاقة بالذهاب القدما نحو المساواة بين الرجل والمرأة. ما قام به الرئيس الأستاذ المجد قائد الترسي رئيس الجمهورية التونسية الحالي في مبادرته التي اعتبرها التاريخية يوم 13 أوت هو تقدم بطلب ليقوم العقل القانوني التونسي بحل ملائم ما بين المساواة بين الرجل والمرأة وما بين أيضا ولا يصطدم أيضا مع الشريعة الإسلامية. من قال لهؤلاء الناس أن الرئيس البيجيكا يريد أن يغير الشريعة الإسلامية أو يريد أن يغير قانون الميراث والمواريث؟ لدينا في تونس مثلا أعطيكي مثال أختي العزيزة في علاقة بالزواج، هناك الزواج هناك نظام الملكية المنفردة وقد وضع تونس منذ سنة 2003 أيضا نظام الاشتراك بالأملاك وهو نظام اختياري. من أدرى من يجادلون الآن ويدعون أن السيد الرئيس يريد تغيير الشريعة قد لا نجد حلا تطبيقيا جديدا يقوم على الاختيارية. نحن لن نغير ما يحصل في علاقة بالميراث وما فرض بصورة النساء وبصورة الفقر وغيره، لكن هنا أحدثكم ما ذهب إليه وما يتحدث عنه عديد البقهاء حاليا من أن هناك أكثر من 30 حالة يكون بها نصيب المرأة بأكثر من الرجل. أدعوهم للتأمل قليلا لأنه نتحدث عن تفوق المرأة، نتحدث عن هذا في صورة اتحاد جدا سواء من حيث القرارة أو من حيث النسبة. مع حضرتك، اذا حضرتك بتقول ان اللي بيحصل هو محاوله للوصول الى حل يضمن المساواه دون مخالفه الشريعه الاسلاميه. قال السيد الرئيس في خطابه كان واضحا، قال نحن نسعى الى التقدم لوضع المراه في تونس نيجير ومن جهه اخرى لدينا الثقه بالعقل التونسي على ابداع حل. استاذ وسام معلش، الازهر الشريف استاذ وسام بعد اذن حضرتك، والازهر الشريف بصفته اكبر مؤسسه سنيه في العالم شايف ان الايه بصوره النساء واضحه وضوحا لا يقبل التاويل، وان اي تحركات اخرى في ان احنا يتم تغيير الواقع فيها فهي علمانيه خارجه عن الدين. تعليق حضرتك ايه؟ شوف، هو بالنسبه لنا في تونس مصادرنا في القانون اساسا هو قانون المدني ينظم العلاقات بين الناس. هذا من جهة، من جهة أخرى احنا في علاقة بهذه المسائل نحن لدينا رؤيتنا الخاصة بتونس، لدينا الإسلام الزيتوني المستنير الذي قدم للبشرية وللإقليمية عامة، قدم لهم زواج القيرواني وقدم لهم الفتاة القيرواني عندما كانت حديث في الأخرى لا تتحدث أصلا عن الحياة. نحن لدينا أمة وشعب طب ممكن دكتور استاذ وسام بس اذن حضرتك ناخد رد من دكتور عبد المنعم فؤاد. الدكتور عبد المنعم استاذ وسام احنا عندنا مشكله في اننا نسمع حضرتك. بشكرك، احنا عندنا مشكله في اننا نسمع حضرتك بوضوح، فهناخد رد اخير من دكتور عبد المنعم فؤاد. دكتور عبد المنعم حضرتك كنت متابع معانا المكالمه؟ ايوه. انا الاستاذ وسام بيقول انه ما فيش اي خلاف، انما انه تونس بتقدم رمز للاسلام المستنير وهم بيحاولوا الوصول الى ما يضمن المساواه دون الاخلال بالشريعه. اولا احنا في قضايا الشرع ما فيهاش شعارات. علشان نقول مستنير ومش مستنير، ده احنا اهل النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هذه واحده. الثانيه، دعوه المساواه بين الرجل والمراه في الميراث فيها ظلم للمراه نفسها، وهي تتصادم مع احكام شرع الله تبارك وتعالى. المواريث يا اختي الفاضله مقسمه بايات قطعيه الدلاله لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغير الاحوال ولا المكان ولا الزمان، ومن 14 قرن ونحن على ذلك والامه على ذلك، فمن الذي تفتقت عبقريته في هذا الزمان
لكي يعدل على الله ويعدل على دكتور عبد المنعم، كلام حضرتك يحمل اتهام صريح للمفتي تونس؟ أنا لا أتهم. لا يعني أو يعني بما يعني أن الموضوع ده مقفول، ما تتكلموش فيه، ما تدخلوش فيه الشريعة، صح؟ أنا فهمت كده صح؟ هذا الموضوع إن أردتم أن تأخذوا رأي الشرع فيه وطلبتمونا من أجل ذلك، نحن نقول ما قاله الشرع، إن المواريث مقسمة بآيات القرآن الدلالة قاطعة الدلالة، إن المواريث قسمت تقسيما دقيقا بخريطة واضحة لا اجتهاد فيها على الإطلاق. له النصف هنجتهد في النصف نقول لها إيه، لها الثلث هنجتهد نقول فيه إيه. بشكرك، وضحت رؤية حضرتك. إذن حضرتك شايف أنه لا اجتهاد في هذه المنطقة وأنها واضحة تماما. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. نكرر شكرنا الأستاذ وسام السعيدي من تونس. وعايز أقول حاجة صغيرة بس، يعني إحنا عندنا زميلة جميلة يعني في القناة التونسية بتقول لنا أنه الأمينة يعني زميلتنا في نشرة مصر اليوم بتقول لنا أن الموضوع في تونس معدي هذه المنطقة، وأنه أصلا الزواج والطلاق أحكامه مدنية من فترة طويلة. أنا سؤالي وتاني يا أحمد عايزة أناقشك في الحكاية دي، العلمانية ما هياش أنه ناس ضد الدين، العلمانية ناس تطلب فصل الدين عن الدولة، فهي قصة مختلفة. مبروك للنادي الأهلي الفوز بكأس مصر، بجد كفاية بجد. اتقوا الله يا شيخ، اتقوا الله فينا أهلاوية بقى، اتقوا الله. ما بتشبعوش؟ ما بتزهقوش؟ يعني حتى الواحد عشان يحس بطعم الحاجة الحلوة لازم يدوق الوحش، يعني حقيقي مش كده. مبروك من ورا قلبي للنادي الأهلي الفوز بكأس مصر، وبجد كفاية بقى، يعني كفاية افترا. وتعالوا نطلع فاصل نبارك للأهلاوية اللي عمالين يصرخوا في وداني في الاستوديو. طبعا كالعادة الأهلاوية مكتسحين، وسألنا قبل كده قالوا لنا ان هم 70% من الشعب المصري، فالافترا جامد قوي في الاستوديو. نطلع فاصل ونرجع تاني.